يأتي ذلك فيما أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الإفراج تمت عند سجن عوفر في بلدة بيتونيا غرب رام الله ومن معتقل المسكوبيا في القدس المحتلة. نقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عددا من المعتقلين المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين وعددهم 21 من معتقل المسكوبيا حيث كانت عائلتهم في استقبالهم.